فخامة الرئيس السنغالي ماكي سال خص بالمناسبة بعثة الأولى بتصريح أبرز فيه أهمية زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للسنغال وما تحقق خلالها من مشاريع تدعم علاقات الشراكة القوية بين البلدين. لنتابع. أكد الرئيس السنغالي فخامة السيد ماكي سال على أهمية الخصوصية التي تميز العلاقات المغربية السنغالية. وكما تلاحظون يقول الرئيس السنغالي فزيارة جلالة الملك شهدت تحقيق رقم قياسي من حيث عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في كل القطاعات، والأهم من ذلك أن جلالة الملك خص الصيادين السنغاليين عبر مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة بهبة موجهة إلى قرية الصيادين سوبيديوم، القرية التاريخية التي كانت تعرض لأسماكها في ظروف وشروط غير مواتية. وقد استحسن صياد وساكنة قرية سوبيديوم هذه الالتفاتة الملكية السامية ذات القيمة المضافة في مجال التعاون المثالي بين البلدين الشقيقين. وما أريد أن أؤكد عليه يقول الرئيس ماكي سال في هذا المجال، وأنه خلال هذه الزيارة تجسدت مرة أخرى الإرادة المشتركة القوية لإدماج جهود القطاع الخاص بالبلدين عبر مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السنغالية التي ستعمل على إنعاش وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لتكون في مستوى العلاقات الدبلوماسية والسياسية التي توحد البلدين. نحن فخورون بمقام جلالة الملك بيننا على أرض السنغال. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيسة جمهور